الايام اللي فاتت كنا كل يوم نسالك اخبار الطقس ايه يا دينا، النهارده اخبار المرور عامل ايه؟ هو طبعا لا احنا في شوارع، ما احنا واضح من امبارح ان احنا طبعا في ازدحام، خصوصا ان احنا قبل بدايه العام الدراسي وكده الناس بتكون متواجده في الشارع بشكل كبير. لكن هو بالنسبه كمان بس للطقس وفي ارتفاعات يعني من 4 لـ5 درجات. يا ريتني ما سالتك، حتى الجمعه الجايه يا ريتني ما سالتك. انا كنت خايفه منك بصراحه. يا ريتني ما سالتك يا دينا. يا دينا شكرا. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه. خلونا في البدايه نستعرض معكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه. هنفضل متجهين لحد ما نوصل لتقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هيكون فيه برضو كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيوله مريه مكمله لطريق العروبه. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات فيه كثافات نسبيه او مروريه كمان بسيطه متحركه ومستمره لحد وسط البلد. ناخد بالنا ان في غلق كلي لمسطح كوبري التسعين بالاتجاه من محور التسعين الجنوبي اتجاه طريق الدائري، مع اجراء بعض تحويلات المروريه لازمه للقادم من محور التسعين الجنوبي اتجاه طريق الدائري. هيسلك مطلع الكوبري التسعين واستخدام مطالع ومنازل كوبري 90 وصولا للطريق الدائري واتجاه طريق السويس. طبعا الاعمال دي مستمره لحد يوم 20 سبتمبر. ومن القاهره نروح معاكم محافظه الجيزه. محور 26 يوليو بيشهد في الطريق القادم من اكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مروريه، وبيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركه بنزله شارع البحر الاعظم وصولا الى منطقه الدقي حتى ميدان الجلاء، في تباطؤ في حركه السيارات. في بعض الكثافات على دائري المريوطيه المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزه، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الاهرام وصولا الى ميدان الرمايه. نروح معاكم لمحافظه المنيا، وفي سيوله مريه في عدد كبير من الطرق. طريق الشيخ فضل فيه سيوله مريه على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطه، اما طريق المنيا مغاغه ففي بعض الكثافات البسيطه الغير مؤثره. طريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مروريه بسيطه. ونكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية، والطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق في سيولة مرية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر متجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، ومن المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من 4 لـ5 درجات بداية من النهاردة ولحد الجمعة الجاية. درجة الحرارة العظمى النهاردة في القاهرة هتكون 35 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة، وأسوان العظمى هتكون فيها 40 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.